تحية رياضية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. وحلقة الليلة نخصصها لتتويج فريق الجيش الملكي للسيدات بلقبية البطولتية الوطنية، محققا بذلك ازدواجية الموسم بعدما كان توج أيضا في بداية الموسم بلقب كأس العرش. فريق الجيش الملكي معنا هذه الليلة في حلقة احتفالية نستعيد فيها قصة التألق والنجاح وتتويج رفقة مكونات الفريق. إذن كل مكونات فريق الجيش الملكي للسيدات حاضرين معنا من لاعبات وأيضا من طاقم تقني وإداري. شكرا لتلبية الدعوة وهنيئا لتتويج الفريق بهذا اللقب، لقب البطولة الوطنية اللي هو الثالث يعني في تاريخ الفريق. ويسرني مشاهدينا الكرام استضافة كل من السيدة بهية اليحمدي المسؤولة عن الفريق العسكري. مساء الخير أستاذة بهية. مساء النور لسهام، شكرا على الاستضافة. وأيضا السيد عبد الله هدامو مدرب فريق الجيش الملكي للسيدات. مساء الخير سيدي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. وأيضا فاتحة العسيري لاعبة فريق الجيش الملكي وأيضا عميدة الفريق بطبيعة الحال. شكرا أخت سهام. وأيضا غزلان شباك لاعبة فريق الجيش الملكي. مساء الخير. مساء الخير أخت سهام. وهدافة الفريق. إذا أبدأ مع عميدة الفريق فاتحة، تتويج جديد بالنسبة لفريق الجيش الملكي بعد انتصار في مباراة نهائية أمام فريق بلدية العيون بثلاثة ديال الأهداف مقابل هدف واحد. يمكن شنو تقولين على المباراة النهائية وكيف جهد التتويج الجديد بالنسبة لفريق الجيش الملكي وبالتالي ازدواجية الموسم؟ واللقب صراحة جاء بعد واحد المجهود كبير اللي قمنا به، لا لاعبات ولا طاقم تقني ولا طاقم إداري، بعد ما حلفناش الحظ في الموسم الماضي وما قدرناش نتوجوا بالبطولة. يعني كان تركيزنا كبير بزاف باش نكونوا أبطال هذا الموسم بعد ما افتتحنا الموسم الحمد لله بكأس العرش. ارتئينا باش نكونوا يعني مركزين أكثر وهدفنا هو البطولة باش نردوا بالتار ديالنا اللي خسرنا العام الفايت. والحمد لله هذا الشيء اللي تأتى لنا بعد واحد المجهود اللي هو كبير لم طرف اللاعبات اللي من بهذه المناسبه يعني كنشكرهم بزاف المجهود ديالهم اللي قاموا به لا داخل المعسكرات التدريبيه ولا في المباراه ككل. نعم غزلان شباك لاعبه الفريق وهدافه الفريق، يعني بتوقيعك يمكن مجموعه كبيره من الاهداف بالنسبه للفريق العسكري، كيفاش جاك يعني المباراه النهائيه وكيفاش يعني كيفاش وقع هذا التتويج بالنسبه لك كلاعبه؟ يعني هذا التتويج هذا كنا من البدايه ديال الموسم حنايا عازمين على اننا باش ناخذوا البطوله هذه السنه بحيث انها ضاعت منا السنه الفارطه، وكان يعني كاع اللاعبات كانوا مركزين على اساس انهم يعني يحرزوا بالاعلى اللقب، وخدينا المباراه النهائيه بواحد التركيز عالي وباننا يعني تعذبنا يعني السنه كامله على اساس اننا باش يكون التركيز ديالنا 100% في الفينال، وداك الشيء اللي طرا باش حققنا مباراه اللي زوينه وربحنا. نعم السي عبد الله هيدامو، اذا لقب جديد بالنسبه للفريق بعد لقب كاس العرش، كيفاش تبلور يعني لقب البطوله الوطنيه بعد ما صار كما تابعنا كان مسار جيد؟ الحمد لله انا كي بدينا في بدايه الموسم بدينا تدريب من شهر 9 يعني بانضباط التدريب كانت في المستوى، وتنشكر المكتب المسير على التهيئات اللي تهيئوا لنا باش نتدربوا في الظروف اللي هي جيده، ولا سيما في هذه المقابله الاخيره ديال النهايه اللي واحد جوج سيمانات اللي وسهلوا لنا الامور على كل شيء. ترينا في ملعب معشوشاب، ترينينا تحت الاضواء الكاشفه، يعني هذا افونتاج زادنا اللي ساعدنا بزاف. تنشكر الطاقم التقني اللي معايا لا من عبدو مساعد ولا عمر معيد بدني ولا مدرب الحراس محمد ولا رشيد الكاتب العام ولا الطاقم التقني، لان كانوا شي لعيبات اللي ربما كنا وعندنا واحد 30% ما يقدروش يلعبوا. يعني وجدوهم لنا علي الطاقم الطبي، يعني تنشكروا بزاف من هذا المربر، وتيرجع الفضل ديما للمسؤولين اللي تنقولوا تيكونوا في المستوى، وما تنساوش غيات المدير التغريب اللي كان حكام اللي عنده درايه بانه بالكره المغربيه وعاون البنات بتي نصائح من ناحيه التدريب ولا في التحكيم، وهذا الحمد لله النتيجه اللي كنا تنطمحوا لها وتنصغوا لها حققناها في النهايه. نعم سيده بهيه مسؤوله عن فريق الجيش الملكي للسيدات، بالنسبه لها التتويج النسوي يعني بالنسبه لاسره فريق الجيش الملكي، شنو ممكن تقولي على هذا الفوز الجديد وهذا الانتصار الجديد والتتويج الجديد؟ طبعا
بالنسبه للانتصار، اول حاجه بعدا كنشكر البنات وكنحييهم وكنهنيهم بهذا الانتصار لانهم كيستحقوه. عملوا كثير خلال سنه كامله، ماشي موسم او لا موسم، سنه كامله وهما كيعملوا على هذا الانتصار من بعد ما ضاع منهم اللقب السنه الماضيه. بالنسبه للتهيئات كانت جميع الظروف متوفره لهم، الاداريين داروا شغلهم، وبالنسبه للطاقم المسؤولين ما خلاوهمش يحتاجوا شي حاجه باش يوجدوا جوستمون هذا النهايه وتكون نهايه بهذا الشكل هذا. والحمد لله من بعد ما خدينا الكاس البنات خداو الثقه في نفوسهم، لان طحنا مع ضد نفس الفريق وعرفنا بان خاصنا العمل باش نعاودوا نجيب البطوله ان شاء الله. جبناها. نعم. إذن تتويج فريق الجيش الملكي كان بعد انتصاره في المباراة النهائية على بلدية العيون كما أشرت في البداية بثلاثة أهداف لهدف واحد، وبالتالي تحقيق ازدواجية الموسم. نتابع المزيد بخصوص هذا التتويج، تتويج فريق الجيش الملكي للسيدات، في تقرير محمد بن ثابت. مواسم خرافية تلك التي يبصم عليها فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، فريق أعاد الاعتبار لسمعة النادي بعد أن فقدها الفريق الأول لكرة القدم رجال. لاعبات فريق الجيش الملكي أضحين منذ ثلاث مواسم يحصدن الأخضر واليابس في طريقهن. لاعبات المدرب عبد الله هيدام متمكن من الظفر بثلاثة كؤوس للعرش متتالية وثلاثة ألقاب للبطولة الوطنية في ظرف أربع سنوات، بعد أن كان الفريق تعثر الموسم الماضي في المباراة النهائية التي جرت أطوارها بمدينة مراكش أمام فريق بلدية العيون بهدف نظيف. هذا الموسم كشف الفريق عن نواياه مبكرا في إضافة لقب ثالث لخزينة الفريق المتخمة بالألقاب، ووقع على موسم استثنائي في شطر الشمال. الأرقام القياسية تتهاوى أمام لاعبات الجيش الملكي، حيث تصدرنا الترتيب العام ب 51 نقطة في 18 مباراة، فزنا فيها ب 17 مباراة، ولم ينهزمنا سوى مرة واحدة في الدورة الرابعة عشرة أمام الغريم شباب أطلس خنيفرة بهدف نظيف. وبإلقاء نظرة فاحصة على سبورة الترتيب نجد أن لاعبات الفريق وقعن ما مجموعه 139 هدفا ولم تدخل شباكهن سوى 6 أهداف، فيما تصدرت اللاعب غزلان شباك سبورة الهدافين ب 38 هدفا. لاعبات الجيش الملكي وقعنا حصصا مثيرة في تاريخ كرة القدم النسوية، حيث فزنا بحصص خيالية أبرزها 20 هدفا نظيفة على فريق جمعية سلا و11 هدفا على الرجاء الرياضي، دون أن نغفل 15 هدفا في مرمى أطلس 05 الفقيه بن صالح. خصم المباراة النهائية لهذا الموسم لم يكن سوى فريق بلدية العيون الذي يتصدر قائمة الفرق الأكثر فوزا بلقب البطولة إلى جانب فريق برشيد. المباراة النهائية انتهت بفوز لاعبات فريق الجيش الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لقب لن يزيد لاعبات الفريق سوى إصرار على المزيد من الألقاب لمعادلة رقم بلدية العيون ولما لا تجاوزه في مقبل المواسم الكروية. إذن شفنا لحظات جميلة بالنسبة لفريق الجيش الملكي بخصوص هذا التتويج. التتويج فاتحة كان على حساب فريق نادي بلدية العيون اللي واجهته أيضا في نهائي كأس العرش، وكان الانتصار بأربعة أهداف لصفر. ويمكن واش كانت عندكم ثقة كبيرة بأنكم غتنتصروا على هذا المنافس اللي هو بطل مجموعة الجنوب وأنتم أبطال مجموعة الشمال؟ هو كنا مأمنين بنفوسنا ومأمنين بقدرات كل وحدة فينا، ويعني تم التعليمات اللي خدينا من عند المدرب باش ندخلوا الماتش ونكونوا حنا المسيطرين ونكونوا حنا اللي فارضين طريقة اللعب ديالنا باش نقدروا نربحوا. لحقاش في كرة القدم إلا ما سيطرتيش وفرضتي طريقة اللعب ديالك يعني ما غتقدرش تاخذ المباراة سهلة. والمباراة النهائية يعني ما كانتش سهلة، لعبنا ضد فريق اللي هو عتيد وله ألقاب يعني من الفرق اللي عندها اللي متوج بزاف بالألقاب البطولة، وتركيزنا كما قلت لك كان قوي والحمد لله. وحامل لقب يعني الفريق اللي نفسه أيضا الموسم الماضي. نعم يعني ماشي سهل باش ترجع تاخذ اللقب من الفريق اللي خسرتي معاه آخر نهاية.
والحمد لله داك الشيء اللي درناه يعني كمقابله كان كما قلت لك تركيزنا قوي ومآمنين بنفوسنا وثقتنا في نفوسنا كبيره وتركيزنا كان كبير وهذا الشيء الحمد لله اللي تاثر لنا وباش خدينا مقابله نهائيه. نعم السيده مو كيفاش تم تدبير يعني المباراه النهائيه بالنسبه للفريق يعني ويمكن امتى شعرتوا بان اللقب سيكون فريق الجيش الملكي؟ احنا اللقب على الاوراق تيبان ان احنا عندنا واحد الامتياز ولكن في الملعب هو اللي تيحكم. احنا حضرنا البنات من اللاعبات من هذا ما نتغروش نكونوا واجدين من الاول يعني نلعبوا 90 دقيقه ديالنا كامله ونكونوا فيها يعني يد في يد نحاولوا لوكازيون اللي جاتنا ننتصر نماركيوها باش قد ما ماركينا تيسهل علينا الماتش والحمد لله كانوا في المستوى وتنشكرهم على هذا المرض هذا يعني اي مدرب ولا اي فريق يتمنى يكون عنده بحال هاد اللاعبات يعني اللي تيشرفوا. نعم نعم سيده بهيه بالنسبه لكم يعني كمسؤوله عن الفريق يمكن واش ما كانش لكم او عندكم بعض التخوف يمكن من ضياع اللقب يمكن ايضا انت شعرتوا بان يمكن يكون تتويج عسكري؟ في الحقيقة التخوف دائما أنا ما حتى الحكم ما صفرش الصفارة الأخيرة ديال المقابلة حنا دائما كيكون عندنا تخوف ليكون المقابلة مفاجآت كتكون لأن اللقب السنة اللي مضات راه ضاع لنا في آخر لحظة من آخر شواط المباراة إذا حنا كنا كنقولوا ما حد الخد ديال المقابله ما صفرش وحنا باقي كنتسنى مفاجات لان يعني الاستعدادات ديالنا ملي كتكون دائما من الاول حتى الاخر حتى شنقول لك بالنسبه للبنات الثقه اللي عجبني فيهم هو انهم كانت عندهم ثقه في النفس كبيره واستعدادات كانت كبيره وهذا هو اللي زاد شجعنا حنايا وزاد عطانا واحد الامل ان الفوز يكون عندنا ان شاء الله. نعم غزلان شباك كما ذكرت هدفت الفريق وقعت الفريق 38 هدف يعني في حصيله الموسم ككل في هذه المباراه النهائيه واش كان عندك ضغط واش كان عندك ثقل انك تسجلي اهداف اخرى في هذه المباراه؟ لا ما كانش عندي ضغط لحقاش حنا يعني داخل المباراه حنا المهم عندنا هو الفوز ماشي شكون اللي ماركا هو حنا كاملين خدامين على اننا نربحوا وكيف ما واحد كيسجل راه ماشي هو واحد بوحدو اللي سجل يعني راه كاين اللي حيدها وكاين اللي عطاها وكاين اللي يعني دائما المهاجم كيترجم يعني الخدمه ديال الفرقه كامله للهدف يعني هذا يعني التتويج هذا ديال احسن هدافه فهو يعني الفريق كامل كيساهم فيه وكاع البنات يعني اللي حتى هما ساعدوني بزاف باش نكون انا اللي حاصل على هذا التتويج هذا. نعم سعيده مول الملاحظ ان في مسيره الفريق كانوا انتصارات عريضه يعني كما شاهدنا في التقرير كان انتصار يمكن ب 20 هدف 11 15 هدف هاد يعني هاد يمكن هاد الحصص الكبيره بالنسبه للفريق الجيش الملكي انت يعني كمدرب كيفاش واش عند قوه الفريق يمكن نقولوا قوه هجوميه بدرجه كبيره ام ان الفرق المنافسه يمكن ربما مازال ما وصلش واحد المستوى كبير؟ يعني هي بجوج عندنا فريق قوي الحمد لله فريق قوي حمي تنكون مع فرق قوية راه تربحوا وتنماركيو عليهم وكاين بعض الفرق اللي ضعيفة يعني بدون المتساوي الا بغينا نقولوا كاع داك تنسجلوا حنا ومن النصائح اللي تنعطيو يعني انا ما تهاونوش كيما يكون الخصم لعبوا الكرة ديالنا وسجلوا نقدروا نماركيو 30 نماركيو 30 هذه هي الكرة خصنا ندخلوا لهم في هذاك كيف القوي كيف الضعيف عندنا حنا لعبوا الكره ديالنا واللي يعني ما كتكونش استهانه بالفرق الاخرى لا ما يعني لا ما كاين حتى ندخلوا تلعبوا الكره ديالنا تلعبوا تندخلوا تلعبوا الكره ديالنا شحال ما تنقول ما شحال قدرتوا تماركي 30 ماركي صافي ماركي 30 تماركي 40 ماركي 20 ماركي جوج صافي الماركي جوج الماركي جوج هما اللي قدرت عليهم المهم نكونوا مثاليين في التيران ما يكونش داك التهاون ما يكونش داك تيبان لك الخصم انك تحقر الخصم ديالك ولا كلا حنا تنلعبوا الكره حديثه واللي اللي في البنات مزيان هما انهم ملي تيبغوا يلعبوا راه تيكونوا في المستوى راه تكون وعلى ذكر الشباك انها راه ما لعبتش هذا العام راه ما لعبتش شي ماتش وكانت لعبات شي مقابلات واللي بليسي اللي كانوا عندها كانت ربما كانت تسجل اكثر. نعم والحمد لله حنا عندنا كل شيء تيسجل الا جينا نحسبوا كاين بزاف كاين ابتسام كاين سميره كاين بزاف البنات تيسجلوا عندنا الحمد لله. نعم بالنسبه يعني المنافس اللي يكون في المباراه النهائيه يمكن على مستوى مجموعه الشمال كان فريق شباب اطلس قنيطره في المباراه النهائيه تلاقيتوا مع فريق بلديه العيون بالنسبه لهذا الفريق اللي واجهتوه يعني اكثر من مره في النهائيات اللي كيبقى يعني فريق بحجم كبير ايضا له مجموعه من الالقاب.
يعني لعبنا مع ثلاثه المقابلات. نعم. نورمال غادي تدرس الفريق، عندك لقطات، عندك ربما تتبحث على الاشرطه ديال المقابلات اللي تلعب وتتشوف النقاط الضعف والنقاط القوه ديالهم. وعاد زياده على البنات ان احنا عندنا معاهم البنات في المنتخب الوطني، تعرفوا اللعب ديالهم، تعرفوا حتى ناخذوا بعض النصائح من عند الاخوان مالو ولا عند اللاعبات، واللي تركزوا عليها انه كل لعبنا احنا على هذيك الخطه ديالنا، لعبنا على هذيك النقطه الضعف ديالهم والقوه ديالنا احنا، على القوه ديالنا احنا اللي لعبنا له تستغني لها، وانا نلعب سريع ونلعبوا على الظهر ديالهم والحمد لله. الحمد لله. يعني احنا بلت لعب ثلاثه المقابلات، انه ربما خصك تكون تعرف الفرق كي الخصم ديالك كي تلعب. نعم. خصك تكون عندك واحد الفكره عليه شامله بانك توجهها للينات باش يطبقوا داك الشيء في التيران ان شاء الله، والحمد لله طبق داك الشيء في التيران. نعم استاذه بهية، يعني اللقب الاول كان بدايه الموسم، يعني لقب كاس العرش اللي هو اللقب الثالث يعني بالنسبه للفريق، ايضا لقب البطوله الوطنيه هو اللقب الثالث، ونشير بان الكؤوس هي متواجده معنا ايضا في البلاطو لكاس البطوله وايضا كاس العرش. بالنسبه لكم يعني كاداره الفريق، يمكن هذا بعد ما جاء لقب كاس العرش يمكن خطط بشكل يعني بتدبير جيد محكم انكم ايضا توجوا الموسم بلقب البطوله، ام ان الامور يعني تمت بعد تولي الدورات بعد تحقيق مجموعه من النتائج الايجابيه بعد السيطره يعني في مجموعه الشمال؟ احنا النهار اللي جمعنا هذا الفريق، لان هذا فريق قوي وماشي اول مره جمعنا تقريبا ان 9 ديال البنات اللي هما العمود الفقري ديال الفريق الوطني. نهار اللي جاو هاد البنات كان الهدف ديالنا والوبجيكتيف ديالنا هو اننا نحرزوا على الالقاب، ما يمكنناش يكون عندنا بنات بهذا الحجم هذا وما يكونوش عندنا القاب. مشينا على هذا الاساس، على اننا اول حاجه نحرزوا على الالقاب ونكونوا من بعد. دونك جات المدى القريب اللي هو الالقاب، والحمد لله تحققت لنا الهدف ديالنا، وباقي اهداف اخرى ان شاء الله. ولكن ما جاش غير هكذاك، جا بعد عمل شاق الجميع دار يديه، يعني من طاقم تقني طبي، لان انا كنشكر بحال اللي قال السيده من الطاقم الطبي، لان لعب واحد الدور كبير باش يكونوا البنات نهار النهايه يكونوا في المستوى ويكونوا كانوا عندهم دي بليسور سي سور. الحمد لله كانوا كلهم واجدين، الطاقم الاداري في ناس اللي داروا اكثر مجهدهم باش كانوا كيسهروا ليل ونهار على اساس ان الفرقه ما تحتاج حتى شي حاجه، والمسيرين على راسهم السيد الرئيس اللي فريمون ما خلالنا شي ما نقولوا، كل المسائل وفرها لنا معنويا ماديا جميع الحوافز كانت باش ناخذوا ان شاء الله باش ناخذينا اللقب. نعم. وباش خدينا كاس العرش. نعم فاتحة اذا لقب بطوله، قبل ذلك لقب كاس العرش، يمكن مسيره هذا التالق النجاح بالنسبه لفريق الجيش الملكي؟ والمسيره كانت يعني ماشي سهله، كانت وحنا كنشاهدوا يعني الصور ولقطات من المباراه النهائيه اللي توجوا بها بلقب كاس العرش، يعني بدايه الموسم. وهاد يعني كما قلت لك في الاول، المسيره كتجيب الامل، يعني احنا اللي من الفرق اللي ما كان جلسوش بزاف، يعني كناخذوا العطله ديالنا اللي هي قصيره، وكان يعني كنكونوا تقريبا واحد الفريق اللي هو احترافي كياخذ العطله ديالو ويدخل التدريب ديالو، وما يمكنش يعني واحد الفريق اللي هو استعد بزاف وركز بزاف وخد تربصات بزاف يعني ويسمح لراسو يمشي ليه اللقب هكاك بسهوله. يعني كنا كناخذوا ديك التدريب ديالنا كانها هي النهايه، يعني ديك العذاب اللي تعذبنا خدينا كله، جمعنا العام كامل وخديناه في النهايه، وكنا مركزين وكنا الحمد لله مسيطرين لا داخل الملعب ولا، وكنا يعني في واحد لا كونسونطراسيون اللي هي كبيره داخل المجموعه، ما يعني التربص ديالنا كان تقريبا نقولوا مغلق في قبل النهايه، والحمد لله بال 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 بالمجهودات ديال البنات قدرنا نحققوا اللقب ونتاع البطوله. نعم غزلان، يعني كفريق انت هدفت الفريق، يمكن كيفاش حافظتوا على التركيز يعني طيله الموسم؟ هل التفكير بدا من البدايه يعني من بعد جاء لقب كاس العرش اللي افتتحتوا به الموسم، ان ايضا يجب تتويج على مستوى ايضا البطوله الوطنيه؟ هو تفكير من البدايه، يعني من كنقول لك من الخسران ديال البطوله ديال ذاك العام،
يعني ما بغيناش نعاودوا نعيشوا ديك المأساة اللي عشناها، يعني ديك العذاب ديال العام كامل. ماشي مأساة المهم احنا كانت عندنا يعني داس علينا صعيبه كلاعبات، وكنا نتعذبنا العام كامل، وفي الفينال كانت تضيع الفينال، كتحس واحد الاحساس اللي خايب. فهذا داك الشيء باش بدينا يعني التركيز ديالنا كان يعني في كاس العرش، اننا خصنا نديو كاس العرش. وفي نفس العام يعني كنا عاوتاني خصنا نردوا البطوله اللي ضاعت لينا باتمون في العام الفارض. نعم، المنافسه ككل سيده مو على مستوى مجموعه الشمال، ملي كنشوفوا كما ذكرت في البدايه يعني كتكون انتصارات بحصه عريضه، المستوى العام يعني بصفه عامه قبل ما نمشيو نتحدثوا على حصيله الفريق. يعني بالنسبه للمستوى العام عندنا الى نهضروا بصراحه عندنا جوج مقابلات في الموسم. نعم. ومع شباب اطلس خنيفره قالي وروتور هما اللي تيكونوا عندنا فيهم واحد المستوى ايضا اللي عنده مجموعه من الالقاب على مستوى البطوله الوطنيه يمكن اكثر تتويج هذا هو اللي تيأسف. حنا نتمنوا يكونوا شويه الفرق يزيدوا في النيفو ديالهم باش تكون واحد البطوله اللي هي في المستوى، واللي يكون حتى البنات يلعبوا في واحد الريتم اللي هو طالع، باش حتى الى يكون في المنتخب الوطني ميتلقاو مع فارق افريقي كالكاميرون ولا عربي يكون عندهم واحد المستوى، يكون عندهم ديجا انهم تيلعبوا في ذاك المستوى. ملي تتلعب في واحد المستوى انه هابط شويه وتلقى مستوى عالي عليك تلقاو صعوبات، ان الدليل انهم ما تيتكلفوش لا كاس افريقيا في الاول. نعم. الشباب اطلس خنيفره يمكن فريق بلديه العويل كيبقاو الفرق الاكثر تتويج على مستوى البطوله الوطنيه. الان فريق الجيش الملكي عنده ثلاثه ديال الالقاب، اذا الفرق اللي كتبان انها مسيطره الان كنشوف فريق الجيش الملكي يعني بلقبين الموسم الماضي كلقى كاس العرش، يعني ثلاث سنوات متتاليه يتوج بلقب كاس العرش، وايضا ثلاثه القاب على مستوى البطوله الوطنيه باستثناء العام الماضي اللي كانت بلديه العيون. بالنسبه لحصيله الفريق في 18 مباراه الفريق الجيش الملكي انتصر في 17 مباراه وهزيمه واحده اللي كانت امام شباب اطلس خنيفره. سجل الفريق 139 هدف واستقبل 6 اهداف. هنا كنشوفوا واحد التباين يعني كبير بالنسبه يعني سيطره نقولوا مطلقه بالنسبه لفريق الجيش الملكي. الحمد لله كما قلت لك على حساب احنا على حساب التدريب ديالنا وعلى حساب يعني الاستعدادات ديالنا من اول موسم، وما نزيد كنضيف واحد الاضافه احنا في الاستعدادات ديالنا تلعبوا مع المركز عندنا في المركز العسكري ان ايديسات انا دوكور تلعبوا هذا اللي باش نخليو البنات في ذاك المستوى العالي عندهم، تلعبوا مع كادي مينيم جونيور تلعبوا مقابلات استعداديه، هذا اللي تنفعنا اللي تيساعدنا باش البنات تيكونوا في المقابلات اللي تتكون لانها في واحد المستوى قريب لهم انهم تيكونوا في المستوى وتعطيو داك الشيء اللي مطلوب منهم. نعم، في المكتب المسير استاذه بهيه يمكن شنو ربما شنو العوامل اللي تضافرت بالنسبه للفريق الجيش الملكي ويعني اللي صعد 2010 2011 صعد القسم الاول وكنشوفوا هذه السيطره الان على مستوى الالقاب. كنهضر على كوتي فيمينا. نعم طبيعه الحال فرق السيدات. بالنسبه للمكتب المسير انا قلت لك قبيله الحوافز دابا ولات اكثر لان الالقاب كاينه، الاستعدادات كانت باستمراريه بالنسبه لتوفير جميع شنقول لك اللوجيستيكي. هو حتى على مستوى اللاعبات يمكن تم جلب مجموعه من اللاعبات يعني اللي متميزين في الفرق الاخرى ليس كذلك؟ لا انا داك الشيء علاش قلت لك انا الهدف هو لا. اننا النهار اللي جبنا جميع اجود اللاعبات باحسن التقنيات قلنا بان غادي يكون عندنا فريق قوي، فريق اللي باغي نحصلوا به على القاب على 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 الكاس اللي فرشمون ثلاثه ديال الكؤوس وثلاثه ديال الالقاب ديال البطوله. هذا بالنسبه لينا قبيله قلت لك لوبجيكتيف نيميرو 1 هو الحصول على الالقاب. من بعد غادي نشوفوا بالنسبه للمستوى ديال البطوله الوطنيه اللي هو ناقص، ما نقولوش ضعيف لان كاين فرق بحال الوداد اللي نسينا ما ذكرناهاش، كاين الوداد كاين فرق اخرى اللي تاهما كيخدموا. غادي نشوفوا مقابلات على الصعيد شمال افريقيا، مقابلات دوليه باش حتى البنات تحسن المستوى ديالهم ونعرفوا المستوى الحقيقي بالنسبه للبطوله الافريقيه، لان عندنا ما ننساوش بان عندنا 9 ديال البنات اللي هما في الفريق الوطني. وكنشوفوا بان الفريق الوطني ما كان تعداو شي لي زيليميناتوار، دونك شنو كتنقصنا كتنقصنا النديه مع فرق اللي هما اللي قويه.
وهاد النديه هذه الفريق المسيرين ارتأوا على انهم غادي ينظموا لهم دي تورنوا على الصعيد الدولي باش يكونوا البنات باش تكون مشاركات خارجيه حتى البنات يزيد الاحتكاك ديالهم اكثر ويكون مستوى التقنيات كاينه المستوى مزيان اكثر من هكذا خاصنا فرق بتقنيات اكبر ومستوى اكبر باش عاد نقدروا نعم فتحه كل العوامل اللي كنت كتشوفيها كلاعبه العوامل اللي ساهمت او تضافرت يعني جعلت فريق الجيش الملكي في هاد كقوه ضاربه يعني في كره القدم النسويه في الوقت الراهن يعني في هاد السنوات القليله. هذا هو منهما صراحه تحفيزات يعني السيد الرئيس ولا المسؤولين يعني كيديروا لنا واحد التحفيزات اللي هي اي لاعبه كره القدم هي غدير اكثر من الجهد ديالها باش تقدر توصل لهذاك الاوبجيكتيف. هادو هما الحوايج اللي خلاونا وزياده على ذلك يعني حنا كلاعبات كنقلبوا على كيفاش نفرضوا ذاتنا كيفاش نبرهنوا بان كل وحده فينا يعني من احسن اللاعبات في المغرب كل وحده فينا تعطي الجهد ديالها يعني وهذا الشيء اللي تنقول يعني راه جا انت كما كتشوف يعني الفريق سيطر على تقريبا جميع الالقاب يعني كاس العرش والبطوله واحسن مهاجمه واحسن هدافه هذا الشيء ما كيجي الا بالعمل وتناسق الفريق في بعضياتنا ما كيجيش زعما هكاك هذا هو الحاجه اللي كتخلي الجروب يمشي وكيخليه يحصل على الالقاب قد ما كان الجروب متفاهم ومسيطر وكيتبع التعليمات ديال المدرب ديالو وكيكون عنده واحد الرغبه باش الفوز اللي كتكون كبيره في وسط الملعب يعني هو اللي كيربح وهادشي كيجي الا بالتركيز وبالثقه في النفس وبالسيطره في الملعب وبالتركيز الذهني وبالاخص في المقابله النهائيه يعني اللي مقابله نهائيه اللي هي ما كتقبلش القسمة على جوج يعني فيها الفوز والفوز كان من نصيبنا وحنا كنظن يعني المقابله بينات بالله حنا اللي كنا مركزين ذهنيا وكنا مسيطرين في المقابله واستغلينا كاع الفرص اللي جاونا استغلينا الاكثر منهم واستطعنا نسجلوا. نعم غزلان برصيد كما ذكرت 38 هدف يمكن رقم اللي ما كيسجلوش حتى على مستوى يمكن مجموعه من المباريات اللي كثيره انتم كتلعبوا 18 مباراه يعني في الموسم وكنشوفوا هذا الرقم اللي هو رقم اكثر من جيد يعني هذه الميزه ديال التهديف بالنسبه لك في الفريق العسكري شنو ممكن تقول عليها غزلان؟ كيف قلت لك هو يعني اي مهاجمه تحطوا وسط هاد البنات هاد اللي عندهم واحد يعني التقنيات اللي عاليه فما يمكن لي الا يسجل فكيف قلت لك هو ان هاد ال 38 هدف ما كان يعني ماشي انا بوحدي اللي سجلتها كنظن ان الفريق كامل تعذب عليها وكامل يعني ساهم فيها خديتي شي شويه من عند الوالد ديالك اللي هو العربي شباك اللي كان ايضا لاعب سابق الان يعني مدرب اللي لعب فريق اتحاد سيدي قاسم وما خديت شويه خديت بزاف نعم يعني هو اللي خرجني لميدان الكره هو اللي شجعني ونيت كنوجه لي تحيه من هذا المنبر هو والام ديالي اللي كانوا دائما داعميني في طيله المشوار ديالي وما يعني واخا نبغي انا كنبغي نوقف ولا هذا هما اللي كيساعدوني على انني نكمل في الرياضه هذه والحمد لله قدرت انني نحاول انني يعني يتذكر الاسم ديالو مره اخرى في مجال كره القدم. نعم السيدة بغون نسولك على يعني هاد المؤهلات اللي كتوفر عليهم غزلان يمكن اي مدرب يتمنى يكون عنده لاعب هداف هذا طبيعه الحال. كي قلت لك اي مدرب ولا اي مسير يتمنى يكون عنده هذا الفريق وسيما سهام غزلان اللي تبارك الله على أنا هي ميتة تبغي تلعب راه تتلعب يكون عندها حيت بعد خطرات ميتة تبغي تلعب راه تتلعب تعطيك كاع تتشوف منها شي حوايج اللي تبارك الله اللي أن نقولوا بعد خطرات راه الولد ما يديرهم السريعة عندها تبارك الله سريعة ذكية في اللعب ديالها يعني الحمد لله يعني نتمنوا على الله القول الخالف يكون كثير بحال المستوى اللي عندنا ديال غزلان. نعم الفريق سجل ككل 169 هدف واستقبل 6 اهداف، شنو تقييمك يعني بالنسبه لحصيله الفريق على مستوى الخطوط في الموسم سيدام؟
حنا ملي تندخلوا تنعرفوا الخصم كيدير. 139 هدف. 139 نعم. تلعبوا حنا ديما تلعبوا بعض خطره تلعبوا 3 3 4 كاع ولعبوا غير جوج جوج خمسه ولا حتى احد الفارق. حنا اللي الفارق اي فرق تلعبوا معاه يعني تيجي تيرجع لنا النور. نص سيره تلعبوا اكثر المقابلات في نصف الملعب ديال الفارق. حنا اللي تنخدموا حنا ديما تنخدموا على الاجنحه تنخدموا على لي تير على لي سونتر باش تلعبوا حنا ديما الهجوم. الخطه نعم. ديالنا على هي الهجوم. نعم استاذ بهية على مستوى الموسم كيفاش كتدبر الامور يعني على مستوى التحضيرات على مستوى مجموعه من الامور كنتي مجموعه من الظروف اللي كتوفر للفريق باش يوصل لهذا المستوى يعني كيفاش كتتمم؟ بيان سور ما كيكون اجتماع مع الطاقم التقني الطاقم الطبي وكيحطوا واحد البرنامج ومني كيصدروا ديك البرنامج ولا بدا كيحطوا فيه الاهداف ديالهم اللي بغاو يوصلوها كل ما كل كل تريمستر. والحمد لله كيمشيو بالنسبه للمكتب المسير كيوفر لهم كل ما احتاجوه من هاد الطلبات ديالهم. وانا بالنسبه لي البنات اهم حاجه اللي عمل المكتب المسير هو انه وفر لهم واحد ضمن لهم مستقبلهم لان البنات راه كلهم سالاريي كلهم الحمد لله طمأنوا على المستقبل ديالهم وهذا هذا حافز كبير اللي يحفز البنات على انهم يستمروا في جلب الالقاب وفي جلب يعني كل ما هو ايجابي للفريق ديالهم. نعم باش نختم معكم فاتحه وغزلان. فاتحه بالنسبه للفريق الجيش الملكي يعني كلاعبات يمكن التواجد ديالكم في المركز العسكري يمكن تو عطى واحد وتواجد ايضا مجموعه من اللاعبات اللي كيلعبوا مع المنتخب الوطني 9 اسماء يمكن عطى واحد القوه اخرى بالنسبه للفريق الجيش الملكي. وفعلا هو يعني كما قلتي يعني الفريق كيضم اجود اللاعبات واغلبيه اللاعبات اللي هما في المنتخب الوطني واي لاعبه عندها هذا اللقب ديال لاعبه دوليه ولا لاعبه المنتخب الوطني ما غيمكنش ليها التهاون في التدريب ديالها ولا غتنقص من المستوى ديالها باش منين جات الفريق بالعكس غتزيد تعطي وغتزيد تدرب اكثر وغتزيد تجتهد اكثر باش يكون ديما اسمها مطبوع في 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 كره القدم النسويه ويكون مستواها كبير واي واحد تفرج فيها ولا شاف لها المقابلات ديالها ما كما نقولوا ما حتى وحده فينا ما غترضى تقول المستوى واش هذاك مستوى ديال لعيبه دوليه. والحمد لله هادشي كما كنرجعوا نعاودوا كيجي غير بالتدريب وبالتركيز في العمل. نعم غزلان شباك طموحك الان بعد هذه الالقاب مع فريق الجيش الملكي بالنسبه لطموحاتك كيفاش كتشوفي مستقبل كره القدم النسويه ومستقبل الفريق العسكري ايضا في منظومه كره القدم النسويه المغربيه؟ هو الطموح ديالي كاي لاعب اننا يعني يكون احتراف ويكون يعني تلعب في دوريات اخرى باش تقيم المستوى ديالك ومع مستقبل مع الجيش الملكي فهو دائما طموح اننا نحرزوا على مجموعه من الالقاب ما يعني ما غتكونش الفكره ديالنا اننا نحبسوا عند هذه المقابله عند هذه البطوله هذه فالطموح ديالنا دائما اننا نحرزوا على القاب اخرى. نعم اذا فاتحه العسيري عميده فريق الجيش الملكي للسيدات وايضا غزلان شباك هدافه الفريق شكرا لكم غادي نودعكم باش نستقبلوا لاعبتي الفريق لطيفه زرهون ونجاة بدري. اذا مشاهدينا فاصل ونواصل النقاش. إياب سدس عشر كأس العرش مباشرة على قناة الرياضية. المغرب التطواني اتحاد طنجة موعد تتابعونه على الرياضية يوم السبت في 10 ليلا. تحية مجددة مشاهدينا الكرام إذا دائما تتابعونا معنا مع الحدث وحلقة خاصة عن تتويج فريق الجيش الملكي للسيدات بلقب البطولة الوطنية وبالتالي ازدواجية الموسم بعد ما كانت توج بلقب كأس العرش أيضا في بداية الموسم. التحقت بنا لاعبة الفريق نجاة بدري أهلا بك نجاة. وايضا لطيفه زرهون اهلا بك. شكرا اختي. اذا ابدا معك لطيفه تتويج بالنسبه لكم لفريق الجيش الملكي بعد الفوز في المباراه النهائيه على بلديه العيون كيفاش احساسكم يعني بعد هذا التتويج؟
قبل ما نجاوبك على السؤال ديالك، سنبغي نهنئ جميع مكونات فريق الجيش الملكي، لا من طاقم تقني ولا طبي ولا مسؤولين ولا السيد الرئيس ولا اللاعبات بالاخص، على هذه الازدواجيه ديال هذه السنه اللي حنا جد سعيدات بها. وبالنسبه للمباراه ديال النهائيه، كانت مباراه كنا مركزين فيها طيله السنه، الحمد لله دخلنا بواحد المورال كيف ما تيقولوا طالع، باش يعني باش نرجعوا الهزيمه ديال السنه الماضيه. الحمد لله كانوا اللاعبات مركزات بزاف وحققنا الفوز والحمد لله. نعم، نجاة ايضا تتويج بالنسبه لك، يمكن توجتي مجموعه من الالقاب مع فرق اخرى، الان تتويج جديد مع فريق الجيش الملكي، شنو شعورك بخصوص هذا التتويج؟ كنشكر الطاقم المسير على هذا العمل الكبير اللي قاموا به، وكنشكر اللاعبات كاملين، وهذا الفوز هذا اللي قمنا به كان بعمل كثير، ولكن الحمد لله استطعنا نحققوا النتيجه. كان التركيز ديالنا ان نحققوا اللقب، وحققنا ان شاء الله اللقب الحمد لله. نعم، بالنسبه لسهيده مو، بالنسبه للتحضيرات يعني بالنسبه للفريق على مدار الموسم، كيفاش كتسمع؟ يعني يمكن انت كنت لاعب مسيره كانت ناجحه كلاعب، الان كمدرب للعنصر النسوي يعني للسيدات، واش كاين شي خصوصيات معينه بالنسبه للتدريب بالنسبه للتحضيرات؟ لا ما كاينش، مع الحمد لله عندنا موعد بدني يعني في مستوى علي عمر، والتالي عنده واحد البرنامج اللي حاضر معنا اللي عنده واحد البرنامج اللي هو جميل، وكيف قلنا هذيك الخبره ديالنا حنا وداك الشيء تندوزوها للبنات، والتدريب ديالنا كما قلت لك تدوز على اتم استعداد، حنا تنترينيو كاننا فريق يعني محترف، يعني على الظروف المسؤولين كما قلنا موفرين لنا جميع، يعني برنامج كيكون مسطر ديال التدريب من التدريب من اول العام حتى نهايه هذا، تيكون مع المدير التقني، تنكون واحد رينيو معاه، تيكون تنعطوه البرامج ديالنا اللي تيساعدنا حتى هو، وديما تنرجعوا حنا المسؤولين، حيت المسؤولين هما الا ما كانش المسؤول يعني في واحد المستوى اللي تيتفهم الكره، راه ما يمكنش، واخا انك انت تكون عندك واحد البرنامج تدو لك قوتي يعني. الحمد لله لقينا مسؤولين اللي رياضيين اللي في المستوى على الارض ديالهم، الكورنيش الايوبي اللي هذا العام اللي دار واحد الاضافه كبيره بزاف للفريق الجيش الملكي، لا من اضافه الاناث اللي انهم خدموا له، اللي تيجي تيقول لهم واحد الكلمات غير جوج ثلاثه يعني تيبانوا لك انهم فرحوا، جا المرار رجع، حيت اللاعب شنو هو المرار؟ هو يكون الذهن ديالو مرتاح، انك تنوعدك بواحد الكلمه وتنعرف انا شنو السخ طايق فيه، اي ديك الكلمه اللي قالها الداليه، يعني الاناث اللي طلبتي منهم لا في التدريب ولا في اي حاجه يعني تيكونوا معك في الالتزام. نعم لطيفه، نرجع معك، لعبتي مع فريق شباب اطلس خنيفرة، لعبتي ايضا مع بلديه العيون، مع فريق الرجاء البيضاوي، يوسفيه برشيد عفوا، وفريق الرجاء البيضاوي توجتي بالقب ايضا يعني مجموعه من مع هذه الفرق، ومع شنو العوامل النجاح بالنسبه لفريق الجيش الملكي؟ انت كيفاش شفتي هذا الموسم اللي قضيتي مع فريق الجيش الملكي؟ انا لعبت مع يمكن الاكثر الفريق الاكثر تشويج هو فريق يوسفيه برشيد انذاك، لعبت معاه وكنا كنحصدوا القاب كثيره، ولكن فريق الجيش الملكي يعني كيخدم بواحد الطريقه احترافيه، يعني تدريب يوميه، جميع الاشياء اللي تنحتاجوها تتكون، المستحقات ديالنا تتكون، يعني واحد الفريق اللي هو متكامل بجميع مكونات ديالو. فرغم انني لعبت مع فرق كثيره قبل وكنا كنحصدوا القاب وهذه، ولاني ماشي بحال فريق الجيش الملكي. نعم، يمكن شنو الفوارق ربما من بين هاد الفرق اللي لعبتي فيهم في يعني في وقت سابق والان مع فريق الجيش يعني الملكي، تحكي يمكن على الاحترافيه، شنو الامور الاخرى يمكن اللي تسير في الفرق الاخرى بواحد الطريقه عشوائيه؟ فريق الجيش الملكي لا فريق كبير بزاف، عنده مسؤولين يعني كل واحد مختص، كل واحد المهام ديالو، المدرب مساعد المدرب، يعني هذا الشيء ما كناش كنلقاوه في الفرق، ما كنتش كنلقى يعني في الفرق قبل اللي لعبت، يمكن كان الرئيس والمدرب يعني هما اللي كانوا هما المكتب. فريق الجيش الملكي لا، لقينا مسؤولين، لقينا ملاعب، لقينا بنيه تحتيه، لقينا يعني جميع الاشياء متوفره لينا، هذا هو اللي خلى فريق الجيش الملكي انه يكون في المستوى طيله هذه الاربع سنوات. نعم، ولا كانت هذه العوامل اكيد ظفرت يعني في النهايه تكون هناك القاب. نجاة ايضا لعبتي مع فريق رجاء عين حروده، فريق اللي كان عنده صيت ايضا في واحد الفتره معينه، فريق بلديه العيون ايضا توجتي معها ايضا بالقاب، يمكن شنو ربما الفوارق اللي بغينا نتحدثوا، شنو العوامل اللي خلات فريق الجيش الملكي يعني بهذه المجموعه يعني يكون ناجح 100%؟ الفرق هو ان الفريق الجيش الملكي كيسير بشكل نظامي وموفر لنا جميع الظروف اللي تخليك انك تحصدي على الالقاب. نعم تفضلي.
يعني البدايه ديالكم، يعني البدايه كلاعبات كيفاش، يعني يعني ماشي مثل كره القدم النسويه حديثه العهد في المغرب اكيد، يعني بالنسبه للبدايه البدايه ديالك لطيفه. البدايه ديالي انا كانت في 1998 مع فريق دفاعين سبع. كنا كنلعبوا يعني بواحد الطريقه هاويه جدا، يعني يمكن كندربوا بكره واحده. شحال كان السن انا ذاك؟ شحال كان عندك يعني في شادي نقول لك ما عرفتش ديك الساعه ما يعني ما كتكونش بحال الذكور يعني في سن مبكره. ماشي بحال الذكور في سن مبكره، لان اغلب اللعيبه اللي سولتيهم انا غتقول لك انا كنت كنلعب في يعني في الزنقه في راس الدرب كنت كنلعب مع الدراري، وهادي يعني ما كاينش واحد شنو نقول لك لي كاتيجوري بحال الدراري بحال المينيم كادي جونيور، حنا ما عندناش هادشي بالنسبه لكره القدم النسويه. يمكن نقدر نقول لك ان الفريق الوحيد اللي غادي في هاد الهدف هو فريق الجيش الملكي، هو اللي عنده يعني عناصر صغيره وعنده فريق كبير. كنتمنى ان الفرق كاملين يديروا هذا الشيء باش كره القدم تزيد شويه لقدام. يعني تعطلنا بزاف باش نوليو مزيان، وباقي ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا. نعم هيدا، اذا هذا الغياب ديال الفئات بالنسبه لكره القدم النسويه، لان اغلبيه كيبداو يعني سيدات الممارسه في وقت يعني حتى كيكبروا في السن، يعني ما كيبداوش مثل العالم، ما كاينش هناك فئات صغرى. كيفاش ممكن انت كيفاش تشوف ان تفتح الباب امام يعني البنات الصغار باش يدخلوا الانديه يمارسوا كره القدم الوطنيه؟ وهو الباب راه مفتوح، خير الانديه هي اللي تاخذ المبادره، تاخذ انها دير فروق، يعني دير مدارس، دير هذا باش يخدموا، حيت الباب مفتوح. كي قلنا الاينات كنا قبل تقول ان لا الاب ولا الاباء ما تخليوش البنت ديالهم انها تمشي تلعب كره، دابا بالعكس ولينا من تنديروا حنا تنديروا سيتاس وتنديروا الاعلان ديالهم في الجورنال ولا في الاذاعه، يعني تلقاو واحد الهم كبير الاينات تيجيو يديروا لي تيست. زعما هذا الباب ولا مفتوح من لعب الاباء ما بقاش مشكل، بنته يجيبها تلعب كره وداك الشيء ماشي مشكل. خاص غير الانديه انها تدير، ماشي غير فريق الجيش الملكي بوحده ولا جوج فرق ولا ثلاثه اللي يكون عندهم هذا. نتمنوا على الصعيد الوطني كله باش ترفع ديك الكره النسويه من المستوى ديالها. نعم على مستوى فريق الجيش الملكي سي دابا هي يمكن تفتح الباب امام ان تكون فئات بالنسبه الحمد لله عندنا ديجا عندنا سبعه ديال البنات اللي مع يوديسات في الفريق الوطني، واخر مره قبل رمضان درنا واحد لابروسبكسيون وجاونا اكثر من 40 بنيته صغار كلهم 99 حتى 2002 بواحد عرفتي تعجبنا، لان بنيتات صغار وجايين درنا لهم دي تيست وعزلنا شي بنيتات الحمد لله اللي عندهم تقنيات كثيره. والهدف ديالنا هو هذا، هو اننا نوفروا نوجدوا الخلف لهذا الفريق هذا اللي من ضمنه. باش نذكر بعدا هذا الفريق عندنا اربعه ديال البنات اللي عندهم رخصه سي كمدربه وسبعه ديال البنات اللي عندهم رخصه دي. كنوجدوا في نفس الوقت كنعملوا على التكوين باش ان شاء الله منين يجيونا بنيتات صغار هما نيت البنات هادو يعملوا في الحقل ديال التدريب. بالنسبه للبنات الاخرين راه عندنا كيدربوا في ليكول، لان عندنا بنيتات صغيرين في ليكول منهم اللي عندهم لا ليسونس سي كيدربوهم. وقلت لك الهدف ديالنا لو لون تيرم اللي كنت نقول لك قبيله اللي كنت نهضر لك عليه هو التكوين، هو توسيع قاعده الممارسات في الفريق ديال الجيش الملكي، ونكون عندنا ان شاء الله اكبر عدد ديال الرخص وسورتو نشببوا ونعطيو فرصه للصغار. بحال اللي قالت لطيفه من قبل كانوا البنات كيدخلوا الميدان ديال الكره واحد السن متاخره، دابا كتلقى البنت ديال 2004 2005 حتى 2006 عندها ديجا تقنيات في رجليها كره، يعني كتلعب كره، كتلعب في الزنقه، كتلعب معها في المدارس، عند كاينه ما بقاش ديك لو تابو وداك البنت داك ان الكره كتكون محتكره غير على الرجال، دابا ولاو حتى البنيتات كاين. وان شاء الله هذا هو الهدف ديالنا، هو الخلف، هو تكوين الخلف. وبهذا الصدد هذا السيد الكولونيل سي الايوبي اعطانا الفرصه اننا البحث ان البنات ديجا توظيف كاين، البنيتات الصغار باغيين ان شاء الله عندنا كاين ان سونتر دو فورماسيون اللي كتبنا في السونتر مستقبلا غيكون حتى هما عندهم الفرصه انهم يستافدوا منه. وهذا هو النقطه المهمه اللي كنت باغي نذكرها قبيله. والنقطه اللي طرحتي ديال مساله التوظيف يعني بالنسبه للفريق الجيش الملكي، يمكن حتى اللاعبات لما كيلتحقوا بفريق الجيش الملكي وبالتالي كيكون توظيفهم بشكل مباشر، يمكن حتى هذا كتعطيهم حافز اكثر نجاة.
نعم كيكون تحفيزات كبيره، هذا باش يفتح المجال بزاف للمنيات كاع اللي عندهاش موهبه، يعني تاخذها في وقت مبكر، ماشي بحالنا حنا خديناها تلقينا مشاكل بزاف باش اننا نوصلوا لهذا الفريق هذا. نعم لطيفة، التواجد بالنسبه لكم كلاعبات فريق في مركز يعني في مركز العسكري مجتمعات يمكن كيبقى نقطه اضافيه ايجابيه بالنسبه للفريق مقارنه بالفرق الاخرى، ليس كذلك؟ من طبيعه الحال اننا كنتواجدوا بجموعات، يعني هذه يعني كنبقاو ديما اون جروب، يعني هذا الشيء يعني كيعطي واحد الدفعه مزيانه للاعبات، لاننا كنكونوا قراب كنعرفوا بعضياتنا مزيان، يعني كيكون واحد التفاهم تفرقعات الملعب، فهذه نقطه ايجابيه بالنسبه للفريق. نعم سيده ابو، شنو الاستراتيجيه المقبله بالنسبه على مستوى يعني اللاعبات؟ واش دائما كيكون هناك بحث لاستقطاب يمكن ابرز الاسماء اللي كيبانوا في الفرق الاخرى؟ شنو يعني المستقبل الان؟ كاينه ازدواجيه، كيفاش الحفاظ على هذه المكاسب في المواسم المقبله؟ انا هذا هو الهدف ديالنا وديال الهدف ديال المكتب المسير، هو الالقاب، حصد الالقاب. مؤخرا مستقبلونا المسؤولين وهذا قالوا الله يرضي عليكم، احنا فريق الجيش المالكي فريق الالقاب، خصنا نبقاو غاديين على الاتجاه. وعلى بالنسبه للخلف، احنا عندنا كاين تقناوتي، كاين سناء مسعودي، انا 17 عام تبارك الله، اناث يقولوا الكلمه ديالهم مستقبلا، وكيف قالت بها ودك الشيء عندنا، احنا درنا ديطيس، لقينا شي بنات ان شاء الله اللي نصبروا عليهم واحد عام عامين ثلاث سنين يكونوا ان شاء الله في المستوى. نعم السيده هبه بهي، اذا الموقع او الا بغينا نتحدث على كره القدم النسويه فريق الجيش الملكي، كنا كنعرفوا فريق يعني فريق الرجال، الان فريق متميز يعني ويمكن خذا الاضواء هو فريق السيدات، شنو الان كيفاش ممكن تقول لنا على الموقع الفريق؟ يعني انت عضو في مكتب المديري بطبيعه الحال فريق الجيش الملكي، في يمكن اسره فريق الجيش الملكي ككل. الحمد لله انه هذا الفريق شرف الاسره ديال الجيش الملكي وشرف الناس المسؤولين بالجميع. وبغيت واحد النقطه ما بغيتش نفوتها، هو ان ما ننساوش نذكروا النواه الاولى اللي جلبات هاد البنات في شخص الكولونيل بوشقي، في السي خالد الموحيد، الحاج الشهبي، سي حسين الضام، كل شيء هاد الناس كانوا هما اللي كانوا ساعدونا باش جلبنا هاد البنات هادو. يعني بالنسبه لنا مفخره كبيره للأسرة ديال الجيش الملكي أن تكون عندنا فريق بهذا المستوى هذا، والحمد لله هما راهم عارفين بأن الحوافز راها كبيرة، وكنتمنى أن جميع الفرق واللي زوت كلوب في هذه النقطة هذه بالأساس أن تكون توظيف البنت، لأن ملي اللعيبة كتوفر لها واحد الوظيفة واحد السكن بالنسبة لها كتأمن لها مستقبلها، يعني العطاء كيكون أكثر. وحنا كنشوفوا بان هاد البنات من يلقاو هاد العوامل كلها عندنا في الفريق راهم مشاو على خطه جيده. نعم الان الفريق توج، يعني لما نتحدثوا على يمكن منح التتويج على مستوى الجامعه كتكون يمكن 10 ملايين بالنسبه للفريق، يمكن على المستوى المادي كتقول بان هناك تحفيزات، وربما يمكن هي النقطه اللي ربما كيتفوق فيها فريق الجيش الملكي على انديه اخرى، كيفاش تتم الامور الان بعد هذا التتويج؟ احنا بالنسبه لنا ما كنهضروش على المنحه ديال الجامعه، لان هذيك منحه بدون تعليق ما نتكلموش عليها، مي بالنسبه للصوت هي كتبقى قليله ما كتبقى يمكن. نعم انا ملي قلت لك بدون تعليق، نعم. يعني بالنسبه لهذا المبلغ اللي كيتعطى الفائز بالبطوله، مش نقولوا مقارنه بالذكور، غير سواء احنا في البدايه ولكن ضئيل بزاف. بالنسبه للناس المسؤولين ديال الفريق العسكري كيوفروا للبنات جميع المنح، وكل مره كتكون شي فوز بشي الكاس او البطوله الا كتكون منحه خاصه، كتكون منحه خاصه، وهم راه عارفين بان هالمنح حتى هي من ضمن التحفيزات ديال البنات للحصول على القاب. الحمد لله ما مفري لهم جميع، بحال لطيفه راه ذكرتها، مفري لهم جميع ما يمكن لهم يحتاجوه. بالنسبه للمنح باقي هذا شنو نقول لك،
هذا تحفيز بالنسبه لنا صغير، ولكن غادي تكون مفاجآت كبيره من بعد. نعم السي هيدامو، باش نطوروا كره القدم النسويه، الان كنشوفوا فرق يعني ظاهره على مستوى البطوله، ولكن باش تكون عندنا بطوله قويه، بطوله كبيره، شنو بالاضافه الى التحفيزات الماديه يمكن، واش هذا عامل هو يمكن الوحيد باش اننا نطوروا كره القدم، ام هناك عوامل اخرى اللي خاصه، امور اخرى اللي خاصه تخدم، جوانب اخرى خاصه تخدم باش ان نشوف كره القدم الوطنيه على مستوى كبير، ونشوف ايضا منتخب اللي يكون ايضا واجهه يكون منتخب على مستوى افريقي كبير ويتنافس على الالقاب القاريه. يعني كي قلنا احنا باش تطور الكره النسويه صعيبه، حيت ملي تنهضروا مع بعض المدربين ولا المسؤولين تتلقى بعض الفروق ما تترينيوش، الا ترينوا خطره ولا جوج في السيمانه. نعم. كي تعطي هذه البنت كي تكون مستقبلا؟ ما يمكنش تطور الكره الا بقينا هكا. كيف قلنا قلت الانديه تاخذ واحد البادره يعني، وخص المصروفيه الرياضه راه تتبغي المصروف، خص يعني يكون مصروف، يدير واحد البيجي خاص لفارق الاناث، وتكون المدارس الا بغينا ان الكره المغربيه تطور، حيت بقينا بعض الفرق راه كاين اللي تيلعبوا في مدينه اخرى وساكنين في مدينه اخرى، ما تيجيوش ما تيطلعوا ورا نهار الماتش كيكون هذا العطاء. ما كاينش يعني ما كاينش ما كاين لا تدريب، تيطلق حتى نهار الماتش عادي يتلاقاو ويلعبوا ويتجمعوا ويلعبوا مع فارق، ما يمكنش يكون العطاء، ما عمر ما يكون. نعم. لطيفة، بالنسبة لطموحاتك المستقبلية، يمكن لعبتي بمجموعة من الفرق، حصلتي بمجموعة من الألقاب الآن مع فريق الجيش الملكي، كيفاش كتشوفي المستقبل يعني مستقبل الفريق، مستقبلك أيضا مع الفريق؟ بالنسبة لي أنا فكنعتبر راسي يعني في آخر المشوار ديالي، فأنا اللي كنتمنى هو أننا نزيدوا مازال نحققوا ألقاب أخرى باش ندخلوا للتاريخ ديال فريق الجيش الملكي ونخليوا البصمة ديالنا في الفريق. وكنتمنى الفريق الجيش الملكي انه يبقى ديما بحال هكا ويبقى غادي في هذا الطريق، وكنتمنى من الفرق الاخرين تما يعني يحدوا حد فريق الجيش الملكي ويفكروا انهم يديروا فرق اللي تكون قويه. كنظن ان بالنسبه لينا حنايا هذا هو اللي كياثر علينا. شنو خاص يدار يعني يمكن خديتي تجربه كما ذكرت في مجموعه من الفرق باش اننا نشوفوا لاعبه من مستوى عالي، واش تدريب واش تحفيزات؟ هي من طبيعة الحال التدريب ضروري خاصها تكون، ولكن هذوك التدريب باش غتكون؟ فين هما الاشياء اللي خاصها تكون بهم التدريب؟ ما يمكنش لك تجيب بنت وتحطها وتقول لها اجي تريني بالون واحد، او اجي من المدرسه وتريني، او ما يمكنش تضحي بمجموعه من الامور الاخرى. ما يمكنش يعني فريق الجيش الملكي دابا معنا بنات اللي تيقراو يعني عندهم يعني النص الاخر من النهار هو اللي تيجيو تيترينيو فيه، يعني عندهم الوقت. يمكن فتيات اخريات اللي هما يمكن يكونوا في نفس المستوى ديال اللاعبات اللي عندنا اليوم صغار وما لاقينش الوقت فين يترينيو، يعني الفرق ديالهم ما يعني اش غادي نقول لك، يعني ما مفرش لهم هاد سميتو. هو كنظن انه يعني الا ما لقاتش البنت وقتاش تريني راه ما يمكنش لها غادي تزيد في المستوى ديالها. وابار يعني لونترينمون خاصها تكون واحد كما نقولوا واحد المنح اللي هي معقوله اللي تخلي الفرق انهم يجلبوا يعني بنات اللي في المستوى واللي يكونوا بنات في المستوى. يعني كنشوفوا ان المنح هزيله كما تنقولوا، ما يمكنش لها انها تبشي فريق اللي غيدي لقب او غادي تطور المستوى ديالو. وبالنسبه يعني المستوى ما يمكن له يطلع الا بهذوك الفئات. يعني احنا ما كايناش شي فريق اللي عند من غير نقدر يعني نقول فريق الجيش الملكي اللي بدا في هذا الشان. اما الفرق الاخرى ما كنلقاوش التكوين على مستوى الفئات، ما كاينش التكوين على المستويات الصغرى. يعني ما يمكنش لينا اننا نطوروا نقولوا اننا عندنا فريق وطني، او نقولوا اننا شي نهار غنديو كاس افريقيا او غيكون عندنا شي حاجه الا ما كاينش هذا الشيء. نعم. في نفس الاتجاه، شنو خاص يدار باش كرة القدم النسوية تعرف واحد تطور يعني ملفت؟ خاص النوادي كاملين انهم يديروا بنات صغار، انهم يديروا تكوين من صغار، ياخذوا واحد البادرة انهم يضربوا على قبل انهم تما يوليو عندهم بنات مزيانين، باش مثلا بحال الجيش الملكي يكون بحالهم، حتى الجيش الملكي موفر بزاف الظروف بان البنات يوصلوا واحد المستوى هكا، يعني كيقراو عندهم وقت فين يقراو، وقت لونطريمو بوحدو، يعني هذا كيساعد ان البنت انها تدير بين القرايه وبين كره القدم النسويه.
وطموح ديالي ان شاء الله هو ان شاء الله الجيش الملكي نزيدو نحصدو بزاف الالقاب ماشي غير هاد الالقاب هذا، وكنتمنى حتى الجيش الملكي معروف بالالقاب ديالو، والحمد لله ان شاء الله نزيدوا اكثر من هكا ان شاء الله. نعم فريق الجيش الملكي اللي توج باللقب وفاز ايضا من فريق الفريق الجيش الملكي تتويج لاعبه ابتسام جريدي كاحسن لاعبه، وغزلان شبك اللي كانت معنا في الجزء الاول من البرنامج كهدافه للموسم يعني البطوله الوطنيه لكره القدم النسويه. استاذه باهية، سياسه الفريق بالنسبه في هذا الاتجاه ديال كره القدم النسويه بالنسبه للفريق على يعني في المواسم المقبله على مستوى الانتدابات على مستوى توفير الموارد البشريه، كيفاش كتسمى الامور؟ انا قبيله نذكرت واحد النقطه هو التشبيب. اولا غادي نحاول ما امكن نعملوا على الفئه الصغرى، بالنسبه للبنات غنحاولوا ما امكن حتى هما باش يكون عندهم مقابلات باش تكون نديه اكثر. الطاقم التقني عندهم ديريكتور تكنيك اللي حط معاهم واحد البرنامج اللي غادي يكون حتى هو برنامج جديد اللي غادي يزيد يحسن من التقنيات ديال 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 الفتيات. ولكن انا جانسيست على النقطه ديال التشبيب، لان الا ما كانش الخلاف راه ذكرتها الاخت لطيفه، الا ما كانش الخلاف ما يمكنناش نقولوا فريق عندنا فريق وغادي صافي اون فوا يوصلوا لاخر الاطوار ديال اللاعب ديالهم غادي نحبسوا. لا، عندنا غادي نخدموا على الخلف، وبهذا الصدر دايرين حنايا لو سيستيم ديال سبور ايتود، يعني ان بنات الصغار عندنا في السونتر كيقراوا في الصباح، عندهم سيستيم ديال الدراسه في الصباح وفي العشيه عندهم تداريب. و نعم بالنسبه للظروف اللي غادي توفر عندنا ملاعب، عندنا ملاعب دابا ديال السونتر دو فورماسيون حتى هو، يعني المستقبل ان شاء الله فيه العمل وباقي العمل ان شاء الله جاي. نعم سيدة مو، بالنسبه الى بغينا نتحدثوا على المنتخب الوطني لكره القدم للسيدات فريق الجيش الملكي، اللي يعني حصه الاسد بالنسبه للمنتخب، يعني هي من لاعبات فريق الجيش الملكي لتطوير يعني او يعني النهوض بكره القدم النسويه، شنو ممكن تقول لنا على مستوى الانديه على مستوى المنتخبات؟ يعني كي قلنا تيبقى العمل. انا حنا كفريق دابا عندنا حنا التسعود الاناث لانهم في الفريق الوطني، حنا بالنسبه لنا العمل ديالنا جيد، نتمنى على ليكيب البنات اللي في الفرق الاخرى في المنتخب الوطني يكونوا تما في نفس المستوى، واش يترينوا تا هما يوميا، واش تيترينوا غير جوج خطره في الفرق ديالهم، هذا هو المشكل. ما كاينش واحد التتبع من طرف المسؤولين، خص يكون هذا التتبع. الا بغيتي يكون عندك واحد الفريق راه ماشي نجيو نقولها بالهضره، خص واحد العمل. حنا بالنسبه لنا كفريق الجيش الملكي والاناث اللي عندنا حنا مسؤولين عليهم، يعني حنا تنترينوا بهم في واحد المستوى اللي تيجعلهم ديما يكونوا في هذاك المستوى اللي ما يمشيو عند الناخب الوطني راه تيمشيو عنده مزيانين. ما بالك تنشوفوا الاناث الاخرين هما اللي في الفرق الاخرى، واش انهم تيترينوا نفس اللي تيترينوا فريق الجيش الملكي؟ وكي قلنا حنا الا ما نوضوا من البنيه التحتيه ونوضوا من المدارس، يعني نشوفوا الاناث ونقلبوا نصبروا واحد اربع سنين ولا خمس سنين، راه كما قالت راه عمرنا ما لقاو، راه الا مشاو هاد البنات بالنسبه لليكيب ناسيونال راه ما كاينش الخلاف، راه مشكله، راه هذا اللي خصنا، هذا النداء راه خصو يردوا ليه المسؤولين الباه. الا مشاو هاد البنات من ليكيب ناسيونال راه ما كاينش. نتمنوا على الله يكون الخلف في اقرب وقت. ومن ضمن الاهداف ديالنا نيت ديال الجيش الملكي هو تطعيم الفرق الوطنيه، لا بالنسبه للصغيرات ولا بالنسبه للكبيرات، باجود اللاعبات، لان بنات كي عندهم تداريب مكثفه ومجموعين كلهم من في نفس المركز وكيدربوا، يعني بالنسبه للفريق الوطني هذا حظ كبير اننا نكونوا احنا اللي كنطعموا هذاك الفريق واننا نكونوا القاطره ديال كره القدم النسويه. نعم بالنسبه للتركيبه البشريه للفريق الجيش الملكي، يمكن كيفاش يتم او كيف سيتم تدبير يمكن المرحله المقبله، بحكم ان مجموعه من اللاعبات اللي كيجيو من فرق اخرى، الفرق اللي كانت بارزه وحنا يعني كانت تحدثنا على رجاء عين حروده، فريق برشيد، الرجاء، يعني مجموعه من الفرق الاخرى اللي كانت واحد الوقت كانت يعني مسيطره على كره القدم النسويه، ولكن مع توالي السنوات كان واحد التراجع بالنسبه لهذه الانديه. انا كما قلت لك حنا الهدف ديالنا هو تكوين فريق الخلف لهاد الاناث، وحنا راه في صدد العمل فيه، وحنا غاديين بواحد الخطوات ثابته ان شاء الله، والبرنامج اللي دايرين المسؤولين واللي دايرين هذا راه غاديين فيه مزيان. نتمنوا على الله كما تنقولوا ديما حنا اليد واحده راه ما تتصفقش، فرق اخرى تيخصها تنوض، ما خصهاش فرق واحد اللي ينوض يدير واحد باش كل في واحد المستوى، خص كل شيء يتعاون.
يدوا حضره ما تتصفقش. نعم نخلي لكم كلمه اخيره لطيفة زرهون بالنسبه يعني المستقبل كره القدم النسويه في المغرب. فانا كنتمنى الفرق وخصوص التتويج ايضا باش من فانا غنضب الفرق الوطنيه. فانا كنتمنى من جميع الفرق انها تبادر وتنوض وتشوف ان كره القدم النسويه هو مشروع خصنا نزيدوا به القدام، ما خصناش نبقاو نشوفوا اللور. يعني احنا كنا من المنتخبات اللي كانوا قبل كانوا ساطعين يعني عربيا، الان تنشوفوا اننا تراجعنا. كنا من الاوائل يعني المنتخبات اللي تم تشكيلها على المستوى، كنا من الاوائل الان تراجعنا عربيا وتراجعنا. علاش التراجع؟ خصنا نعرف اشنو كاين، اشنو المشكل، خصنا نعطي واحد الحل. خص بالنسبه لي انا خص الانديه انها كما هضرنا في هذا الشيء الفئات، هذا الشيء يعني بالنسبه لهذا الوقت الراهن شويه صعيب. نعم. وبالنسبه لفريق الجيش الملكي فانا كنتمنى اننا نبقاو دائما في هذا التالق وان شاء الله ونحصدوا المزيد من الالقاب. نعم نجاة بدري ايضا خلي كلمه اخيره بخصوص هذا تتويج فريق الجيش الملكي بازدواجيه الموسم. كنشكر جميع اللاعبات على هذا المجهود اللي قاموا به. احنا كنا مركزين مزيان والحمد لله داك التعب ديال العام كامل لان ما جاش غير هكاك. استطعنا نحقوا كأس العرش والبطولة في عام واحد والحمد لله. كنتمنوا من الله ان شاء الله نزيدوا نحققوا من الالقاب ان شاء الله. نعم سيده بهيه اليحمدي ايضا مسؤوله فريق الجيش الملكي، نخلي لك كلمه اخيره بخصوص مستقبل الفريق، مستقبل كره القدم النسويه. نعم. بلوتو نعم. لان الا بغينا كره القدم النسويه تمشي لقدام هي راه خصنا اولا داك لي دو بول اللي دايرين 20 فريق كثير باش 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 يتبراو على البطوله الوطنيه. انا من رايي انه يكون بول وحده وتكون فيها واحد 14 فرقه ودوك الفرق يكونوا مستوى متقارب باش تكون نديه اكثر اولا. ثانيا الناحيه الاعلاميه خاص يعطيونا شويه الوقت لان مقصرين في حق الفتاه المغربيه سورتو كره القدم النسويه ما عندهاش واحد. انا كنشكر الرياضيه اللي انا استضفتنا وعطاتنا هذا ماشي كبرت بينا ولكن الاعلام باقي ناقصنا بزاف. نعم سي دامو يعني كي تشوف انا كي نقول خص كيف ترجعوا ديما للبنيه التحتيه. خص الا بغينا الكره تطور خص الامكانيات، خص نديروا مدارس كي ونصبروا ونخدموا حتى واحد 4 سنين 5 سنين حيت كيف قلتي الا بقينا غادي نكره. نعم. راه مشكله. نعم وهذا التتويج ديال هذا الموسم بالنسبه لكم؟ الحمد لله هذا فضل من عند الله ونتمنوا على الله ديما نبقاو في البوديوم ديما تنطلعوا نتوجوا لا كاس لا بطوله وهذا راه باستطاعتنا الا كنا نبقاو رجلينا ديما في الارض والإناث تخدموا معقول كيف تنستعدوا ديما راه ديما ان شاء الله يكونوا الالقاب نصيبنا. نعم سي عبد الله هدام مدرب فريق الجيش الملكي شكرا جزيلا لك. ايضا سيده بهيه اليحمدي المسؤوله عن فريق الجيش الملكي للسيدات ايضا شكرا جزيلا لك. بغيتي تقولي شي كلمه اخيره؟ شكرا للرياضيه لان انا قلت لك الحمد لله اللي عطتنا هذه الفرصه باش البنات يجيو باش تبان كره القدم النسويه. نعم. في البلاد منين قلت لنا المقابله اون ديريكت وكاع المغرب شافها ومش غير المغرب حتى على الصعيد الدولي نشافوها وشافوا البنات بتقنيات عالية الحمد لله عرفوا بأن كاين حضور نسوي في كرة القدم. نعم شكرا لك. شكرا أيضا للاعبتي الفريق لطيفة زرهون وأيضا نجاة بدري. شكرا أيضا لفاتحة العسري عميدة الفريق وغزلان شباك اللي كانوا معنا أيضا في الجزء الأول من هذا البرنامج اللي خصصناه أو حلقة اليوم اللي خصصناها لتتويج فريق الجيش الملكي للسيدات بلقب البطولة الوطنية. طبعا من جديد أهنئ الفريق وكل مكونات الفريق. شكرا لتلبيه الدعوه اللي تنقلتوا يعني من الرباط للاستديوهات عين شق بالدار البيضاء. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على المتابعه. دمتم بخير ودمت الانديه الوطنيه للسيدات بألف خير. الى اللقاء.